اذا ما غير متابعي الكريم سلام الله عليكم. تنتواجدوا اليوم تنتواجدوا في المصلحه ديال رصد المواد النوويه والاشعاعيه والبيولوجيه والكيماويه. اوب مشى عفوا. اذا اخواني هذه المصلحه هذه اللي كما كنشوفوا في الصوره انا من بعد التفجيرات اللي تعرضت لها هذه السياره كنشوفوا عناصر المصلحه لرصد المواد النوويه والاشعاعيه والبيولوجيه والكيماويه في تدخل وهكذا كنشوفوا ما بعد التفجيرات لان خصهم يعرفوا نوع السياره وشكون هما الضحايا ونعرفوا حتى المواد المتفجره كما كنشوفوا هذه المصلحه اللي كتكون بكل اتقان كان اليوم غادي نحاولوا يحل قلبه مسؤول امني رفيع المستوى تابع للاداره العامه للامن الوطني اللي غادي يحاول يقربنا للمجهودات الجباره والغايه من مور هذه المصلحه. السلام عليكم استاذي بخير. السلام عليكم. اولا مبروك عليكم نيابه عن على الاخوان المغاربه. شكرا جزيلا. توضيحا للراي العام مصلحتكم شكون هي الاختصاصات ديالها والطرق ديال الاشتغال. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نرحب بكم ونرحب بالجمهور الكريم في الأبواب المفتوحة الدورة الخامسة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني تحت شعار تضامن تعاون مساواة. معكم العميد الإقليمي رشيد البلغيتي العلاوي رئيس مصلحة اللوجستيك والتدخلات الميدانية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية بمديرية الشرطة القضائية. أنتم هنا بوحدة مركزية للتدخلات الميدانية. هذه الوحدة مجموعة من المهام التي تقوم بها أسرد عليكم المهام الأولى وهي رصد المواد الإشعاعية البيولوجية والكيميائية والبيولوجية. هذه الوحدة تتكون من أطر كفئة جدا تلقت تدريبات خاصة جدا وتتوفر على معدات جد متطورة من أجل القيام بهذه المهمة. من ضمن المهام كذلك التي تقوم بها هذه الوحدة تأمين التظاهرات الرياضية الدينية السياسية وجميع التظاهرات بكل أنواعها حتى تتم هذه التظاهرات بكل أمان وسلام مع جميع المتداخلين التي يكون معنا بهذه المناسبة. كما أن هذه المصلحة تعمل على ما يسمى تشخيص ضحايا الكوارث. على سبيل المثال تشخيص ضحايا الكوارث الذي كانت ضحيتها 64 شخصا بمدينة الدار البيضاء في الحريق ديال روزامور حيث تم تشخيصها بالحمض النووي وكذلك البصمات. كذلك مؤخرا رحمهم الله ضحايا زلزال الحوز. هذه المصلحة المصالح الجهوية التي تابعة لهذه المصلحة تقوم بتشخيص ضحايا هذه الكارثة وكذلك جميع الكوارث التي تقع فيها ضحايا كثر وتشخيص الجونات وتشخيص المواد المستعملة. نشكركم بهذه الأبواب المفتوحة في تحت شعار المديرية العامة للأمن الوطني كذلك اللي هو تقريب المديرية العامة للأمن الوطني من المواطنين وتقريب الوجهة أو توجه مديرية العامة للأمن الوطني في هذا البلد ونحن فخورون دائما بشرطتنا وشكرا جزيلا. شكرا استاذي. اذا الاخوان كتنويره للراي العام كاين لوجيستيك حديث العهد او لا عالي المستمع تكنولوجيا اللي كتحاول ان باش تستعملوا الاداره العامه للامن الوطني من اجل تحديد الهويه مثلا كما قال السيد العميد الاقليمي. والشكر الجزيل لمصالح الامن الوطني بعد تدخل ديالهم في ماساه الزلزال فبفضل هذه المصلحه تم اكتشاف الهويه ديال الضحايا. غادي نشوفوا بعيدا عن الضحايا نشوفوا المتفجرات والمواد الكيماويه اللي كاين لوجيستيك اللي تيحاول ان باش يديكتيها عن قرب. هنا كنشوفوا هذا الجهاز، هذا جهاز اللي كيتحكم عن بعد، واي واحد داز حداه هو تيهز مواد نوويه ولا اشعاعيه ولا بيولوجيه ولا كيماويه، اذا اي متفجر فكيديكتا. غادي نحاول نشوفوا الاخ انه يعطينا، انا كسيفي غنعطي غير شوي ولكن انت اللي غتعطيها. شكرا الراي العام هاد لاباري تلقاوها في مجموعه ديال شكرا جزيلا. نعم دونك من اجل التوضيح وكذلك من اجل التصحيح هناك مجموعه من المعدات كما قلت سالفا لتحديد وتعريف المواد الخطره المستعمله والمحظوره عالميا اللي هي ما يسمى المواد لينيغ بيسي او المواد
الاشعاعيه النوويه البيولوجيه والكيميائيه. دونك هذه اللوجيستيك اللي موجوده حاليا بهذا الرواق مثلا هذا الجهاز هذا ما يسمى بجهاز كشف النووي او الاشعاعي جاما بلس، وكذلك هذا الجهاز هذا حتى هو كذلك لكشف الاشعه النوويه، وكذلك بالنسبه للاجهزه الاخرى هناك كل جهاز يتوفر على تقنيه خاصه، مثلا هذه اجهزه لكشف الاشعه النوويه، وهناك اجهزه لكشف المواد لتعريف او للمواد البيولوجيه، واجهزه كذلك لنتعرف على المتفجرات والمواد الكيميائيه. وهذه الاجهزه كذلك اللي كتشوف فيها هي اجهزه التي يستعملها المتدخلين التقنيين في هذه الاحداث من اجل وقايه الشخص قبل التدخل، لان كما تعرفون هذه المواد خطيره جدا ولا يمكن الا ان نتدخل الا بتقنيه عاليه جدا من اجل التعرف على هذه المواد. كذلك هاد الناس اللي كيخدموا في هذه المصلحه يتدخلون ما بعد الاحداث الارهابيه الاليمه، اللي مثلا كمثال الاحداث الارهابيه اللي وقعت مدينه الدار البيضاء 2003 او مدينه مراكش بارغانا، هاد الاشخاص يتحملون المسؤوليه لتشخيص المواد المستعمله ولتعريف المواد المستعمله في هذه المتفجرات، وكذلك كما قلت سالفا لتشخيص ضحايا الكوارث او ضحايا هذه الجرائم الكبرى. شكرا للإدارة العامة للأمن الوطني، وشكرا للعميد الإقليمي، وعلى هذه التوضيحات. كان معكم أخوكم حميد العقاوي مباشرة من الرواق المخصص للمواد المتفجرة. تحية.